السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشارك معكم فطيرة كتجي زوينة. نبداو بالمقادير ديال العجين. غنحتاجو هنايا كاس كبير ديال الماء، كنسبقو هو الأول، من بعد كنضيف عليه معلقة كبيرة ديال خميرة العجين حبيبات، من بعد كنضيف عليه شوية الملحة، شوية تاعت الملحة، من بعد كنضيف عليه سنيدة، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، معلقة كبيرة تاع الزيت البلدية، وهنايا كنضيف 3 المعالق ديال حليب بودرة، حليب مجفف. جوج ثلاثة، ومن بعد كنضيف عليه الدقيق، كنضيف الدقيق شوية بشوية، كنحرك نزيد مازال الدقيق، ونجمع العجينة بيديا ونتلاقى معكم. وهنايا بعد ما جمعت العجينة غنضيف عليها شويه ديال الزعتر، المهم الا بغيتو تنسموها وصافي، لا ما عندكمش بلاش استعملوا اي اعشاب منسمه بغيتوها. ها هي كتولي رطبه صافي، نخليوها 21 دقيقه، من بعد نصفحوها عاد كنرجعو الحشوه ديالها. المهم هنايا في الحشوه غنحتاجو في العطريه ملحه، الخرقوم، ابزار، سكنجبير، والزيتون مقطع، فرماج محكوك، كفته ديال اللحم، والفلافل مقطعه مربعات، فلافل مخلطه، وجوج بصلات مشلضين، والزيت البلديه. يلا نبداو على بركة الله. هنايا كنديرو الزيت، وكنضيف عليهم بصلة مشلضة، كنخليوها كنحركو البصلة بشوية، كنخليوها حتى طيب، عاد كنضيف عليها الفلافل، بعد ما طابو لينا المقادير كنطفي عليه، صافي، عاد كنزيد عليه الزيتون مقطع، كنخليه هو حتى نخف، والفرماج هنايا خليته حتى نديرو مع كنسرح العجينه وندير الحشوه، عاد كنديرو الفوق من الحشوه. يلا نخليكم نتلاقاو من بعد.
وهنايا غنبدا نسرح بالعجينه. نسرحوها كامله عاد نديروها فوق ورق المطبخ. وهنايا بعد ما سرحنا العجينه كناخذو الوسط كنقطعو بحال زائد فوالا هكا من بعد هكا العجينة رطبة. فوالا وكنقطعوها عاوتاني هكايا. من بعد كنزيدو كنقطعو عاوتاني فوالا هكا. حتى الوسط هذا كنديرو الحشوة في الجناب نصلي لمارة ديال الحشوة كاملة في الجناب هكايا. صافي بعد ما ساليت الحشوه ديالي كندير فوق منها الجبن المحكوك اي نوع عندك. صافي من بعد كنجمعو كنجيبو هكايا صافي وكنسقوها لتحت ديال التورطة بحال هكا تشد لينا. من بعد هكايا صافي حتى كنكمل الباقية اللي عندي. وهنايا كنضيف عليه شوية ديال الزيتون باش يحيد السفورية ديال البيض. صافي وكندهنو صافي ومن بعد ندخلوها الفرن ديال الضوء 180 درجة لمدة 20 دقيقة. والفران ديال الغاز نشعلو لتحت بشوية تنشوفها طابت عاد كنشعلو الفوق
غير بشويه، ما نزيدوش العافيه بزاف. صافي، ومن بعد نتلاقاو. ما بعد ما خرجتهم من الفران خرجوا لي جوج د الفطائر، المقادير اللي درنا خرجوا لي جوج. نتلقاو في فيديو جديد ان شاء الله.